إذن مشاهدينا الكرام، هذه اللقطات نتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة من مدن إيطالية مختلفة سنتجول خلالها ما بين ميلانو وما بين روما، والحدث الأكبر والأبرز والأهم الذي تعيش إيطاليا على وقعه في احتفالات صاخبة ستمتد حتى ساعات الصباح الأولى وما بعدها. الزور الإيطالي زرق المنتخب الإيطالي يتوج ببطولة يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بثلاث ركلات في مقابل ركلتين اثنتين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. لوك شو تقدم للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية، بينما عاد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ليحرز هدف التعادل عند الدقيقة 67. انتهى الوقت الأصلي والحال كذلك إذن بالتعادل الإيجابي، ليمدد عمر المباراة إلى وقت إضافي انتهى بذات النتيجة، ليتوجه الفريقان من بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي لطالما وصفت بركلات المعاناة الترجيحية التي أتت لصالح المنتخب الإيطالي بفوز أتى تكليلا أيضا لأداء استثنائي جديد كما رآه الكثيرون على الكرة الإيطالية التي وضع فيها بصمة مختلفة روبرتو مانشيني، كرة قدم تبدو مختلفة عن الكاتاناتشو التقليدية التي عرفها الإيطاليون وعرفها العالم حتى من طريقة بناء المتاريس الدفاعية كما عرفها الإيطاليون منذ ثمانينيات القرن الماضي وربما حتى ما قبلها. جيل جديد المنتخب الإيطالي يقدم شيئا مختلفا، ربما يأتي حتى في صدارة هذا الجيل دوناروما الذي كان حائط صد بمفرده في ركلات الترجيح واستطاع التصدي لركلات أهلت المنتخب الإيطالي لنهاية المباراة بهذا الشكل بفوز يبدو مستحقا كما رآه الكثيرون. الأمور كانت صعبة للغاية في بطولة كانت تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا في سابقة هي الأولى من نوعها. التحرك كان كبيرا ومتتاليا ومتعددا بحكم كثرة عدد الملاعب التي استقبلت هذه البطولة، من باكو في أذربيجان إلى روما إلى لندن إلى الدنمارك إلى مدن مختلفة إلى المجر إلى بودابست. بالطبع هذه هي الفرحة والصراخ المعتاد، الصرخة الاعتيادية التي يصدرها الطليان بشكل معتاد، حتى كانت في أوقات كثيرة مثار تندر للكثيرين. جورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، ومن خلفهم دوناروما، كييزا الذي قدم أداء كبيرا للغاية، سبينازولا الذي أصيب في إطار مشاركته أيضا بقطع في وتر أكيلس لكنه كان حريصا أيضا على التواجد حتى لو كان متكئا على عكاز لمساندة فريقه. على اتحاد إيطاليا تتوج بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي هي بالطبع يورو 2020 لكنها أرجأت لتقام هذا العام عام 2021. فرحة كبيرة ستعيشها إيطاليا، كل إيطاليا فرحة كبيرة سيعيشها مشجعو كرة القدم الإيطالية وأحباء كرة القدم الإيطالية حتى في مصر وفي المنطقة العربية، ولهم رواد كثيرون وأسئلة عديدة ستطرح على جدارة الدوريات المختلفة حول العالم. إذا كنا نتحدث عن نهائي يمثل نسختين من مسابقات الدوري الأقوى والأكبر في أوروبا، الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، لكن أسئلة عديدة ستطرح في هذه الآونة على خلفية تتويج المنتخب الإيطالي بكأس أمم أوروبا. والفوز على الأرجح كان مستحقا، لم تسرق البطولة، وكما يقولون دوما يولد البطل في المسابقات المجمعة من رحم البطولة. المخاض الكبير الذي خاضه الإيطاليون على مدار هذه البطولة أهلهم بالفعل لأن يولدوا من رحم هذه البطولة، أن يحققوا علامة كاملة في دور المجموعات، ألا تستقبل شباكهم على مدار دور المجموعات أي أهداف. صحيح بعد ذلك كانت المعاناة، لكن المعاناة في النهاية كللت بالنجاح وبالنجاح الكبير بالفوز على المنتخب الإنجليزي في قلب ويمبلي العظيم، ويمبلي الشهير والتاريخي، حتى أن رئيس الوزراء الإيطالي كان لديه وجهة نظر فيها قدر لا بأس به من التحفظ على إقامة المباراة في ويمبلي وفي بريطانيا، وقال ذلك صراحة عندما كان يتحدث مع عدد من القادة الأوروبيين بأن إقامة المباراة النهائية في ويمبلي بالضوابط التي وضعتها الحكومة الإنجليزية لاستقبال المشجعين ستكون أمرا غير منصف. لكن في النهاية توج المنتخب الإيطالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية، توج المنتخب الإيطالي من قلب بريطانيا، من قلب العاصمة لندن، من قلب ملعب ويمبلي الشهير والعريق والتاريخي. الحديث سيكون ممتدا وطويلا وكبيرا للغاية، ثقيل بشكل كبير على الإنجليز الذين كانوا يمنون النفس بأن يتوج منتخب الأسود الثلاثة كما تعرف أو يكنى المنتخب الإنجليزي بهذا ببطولة بعد وصول متعسر وصعب وطويل للغاية على مدار عقود طويلة. لم يصل المنتخب الإنجليزي لنهائي
مباراة نهائية في بطولة كبرى، سواء كانت كأس العالم أو في نهائي كأس الأمم الأوروبية، سيعيش الإنجليز على وقع صدمة لن تكون سهلة ولا طبيعية بحكم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة على جاري ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، والمجموعة الجديدة من شباب كبير بقيادة هاري كين في أن يحققوا اللقب. لكن على أي حال ما فعلته إنجلترا أيضا على مدار مشوارها في هذه البطولة يعد شيئا كبيرا وجيدا للغاية يمكن أن يبنى عليه، وإن كانت الأمور ستكون أصعب من ذلك بكثير في كأس العالم المقبل في 2022 بقطر، وفي مسابقات أخرى سيكون الأمر أيضا بحاجة إلى إعادة نظر بحكم اختلاف نمط المسابقات واختلاف بناء المنتخبات أيضا التي ستعكف على إعادة تقييم مواقفها للاستعداد للبطولات المقبلة. إيطاليا بطلا لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. كل مشجعي كرة القدم وكل أحباء كرة القدم، اللعبة التي تظل هي الرياضة الشعبية الأولى حول العالم، كلهم يعرفون تماماً هذه المشاهد، كلهم يعرفون تماماً حجم الفرحة والصرخة التي تصدر من حناجر الفائزين بعد مشوار طويل وعسير، يدركوا تماماً طبيعة هذه الصورة ومراميها.